دي النهارده بتنجان رومي متقطع مكعبات ومقلي، وهقول لك واحنا شغالين قليناه ازاي علشان يطلع لونه حلو وكمان مش شارب زيت. كمان عندنا فلفل الوان، البتنجان يعني هيبقى في حدود كده 2 كيلو لان عارفين البتنجان بيخس شويه. عندنا فلفل الوان متحمر برده متقطع مكعبات ومتحمر، عيش شامي برضو حوالي مثلا 5 ترغفه كده متقطعين مكعبات ومحمصاهم في الفرن، ممكن تحمريهم في الزيت بس طبعا الافضل والاخف ان هو يتحمر او يتحمص في الفرن. تمام، دي كده البتنجان والعيش اساس الفته معانا النهارده. الرز بقى اللي هنعمله النهارده هنحتاج له حوالي 3 كوبايات من الرز البسمتي، ممكن نستخدم فيه رز بلدي عادي جدا، معلقه صغيره من الخل ومعلقه كبيره من الزبده، نص كوبايه زبيب لو بتحبوه، ميه مغليه وملح. تمام، الفراخ بتاعتنا النهارده زي ما قلت لكم كده نص كيلو من صدور الفراخ هنقطعها مكعبات صغيره، هنحتاج لتتبيلها معلقتين من الكاتشب ومعلقه كبيره زبده، معلقه كبيره خل، معلقه صغيره بهارات 7، رشه قرفه باودر وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير الرز بتاع فته البتنجان والفراخ. اما الصوص بقى بتاع الفته اللي هيخلي الطعم خطير ويعمل كده على ايه ترطيب المعده، طبعا في حاجات مقليات وحاجات زي كده، فالنهارده الصوص بتاعنا لذيذ جدا وهيهدي كده الاكله على المعده. هيبقى عباره عن معلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع كوبايه من عصير الليمون، علبتين من زبادي لبنيتا، وكمان عندنا نص كوبايه طحينه، نص كوبايه مايونيز، نص كوبايه ميه، معلقه كبيره خل، معلقه كبيره عسل ابيض، ونص معلقه صغيره زعتر وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير وصفتنا النهارده، وصفه غنيه ولذيذه. طبعا كمان لو عندك اي مكسرات في البيت حمصيها كده او حمريها في معلقه زبده وتتحط على وش الفته، وبالف هنا وشفا بتطلع خطيره. النهارده هنستخدم في وصفتنا وفي الصوص بتاعنا النهارده زبادي لبنيتا، الوصفه دي برعايه لبنيتا. هذه الوصفة برعاية حاجة. حطيت الحلة اللي هعمل فيها الرز وحطيت الطاسة اللي هعمل فيها الفراخ، بما اني خلاص انا حمرت البتنجان وحمرت الفلفل. طب تعالوا سريعا كده نقول احنا عملنا ايه في البتنجان علشان ناخد منه لون حلو قوي ما يخليش الزيت يسود معانا، وكمان في نفس الوقت ما يشربش معانا كمية زيت كبيرة. هنجيب البتنجان وننقيه طبعا، ما فيهوش بذر وقلنا الكلام ده كتير قوي، يكون طازه كده قشرته من بره بتلمع ناعمه وملسه، البتنجانه واخده شكل طولي اكتر، خفيفه في وزنها، كل الحاجات دي هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا للبتنجان. جبنا البتنجان قشرناه ادينا له رشه ملح بسيطه وحطيناه في مصفى يصفي اي ميه زياده فيه علشان ما يشربش الزيت. علشان احمره بقى ويديني نتيجه حلوه قوي فعلى طول بنجيب حوالي كده ايه ربع كوبايه دقيق على ربع كوبايه نشا، اقلبهم مع بعض واقلب فيهم البتنجان المتقطع مكعبات وتصفى من ميته، علشان لما اجي احمره اولا يبقى مقرمش، ثانيا ياخد لون ذهبي فاتح، ثالثا ما يشربش معانا زيت وده الاهم بس كده. وبعدين بعد ما احمر البتنجان احمر وراه الفلفل، وبكده اكون جهزت البتنجان والفلفل. اما العيش بتاعنا فبنجيب العيش الشامي او لبناني وادهنه كل رغيف كده دهنه بسيطه كده بزيت او سمنه او زبده المتاح عندي، واحط الرغيف التاني فوقيه وادهن والتالت فوقيه وادهن لغايه ما اخلص الخمس ترغفه، ابتدي اقطعهم سواء بقى بالسكينه او بالمقص على حسب راحتك، واحطهم في صاج وادخلهم الفرن على اعلى درجه حراره علشان يتحمص ويتحمر ويطلع معانا خفيف احسن كتير من اللي بنقليه في الزيت. طيب بينا بقى نعمل الرز بعد ما شفنا التجهيزات اتجهزت ازاي. والرز زي ما قلنا هناخد الرز وهناخد الزبده، واروح بقى على الحله اللي انا حطاها على النار عشان تسخن، احط فيها معلقتين زيت الاول وانزل الزبده، يبقى كده عملنا ميكس ما بين الزيت والزبده علشان نعمل فيهم الرز. هنزل الرز واديله تشويحه
عايزين كده الرز بقى ايه يسخن كده معانا ويتغلف بالزبده والزيت. حاجه كمان مهمه جدا، واحنا بنقول في المقادير قلت لك طب انا مش متاح عندي بقى رز بسمتي وعايزه اعملها اقتصاديه اكتر حاجه ممكنه، فعلى طول هنجيب الرز البلدي الحلو بتاعنا وبنفس الطريقه بالظبط ونشوح الرز بتاعنا حلو جدا عشان يفضل معاكي مفلفل وما يعجنش خالص. خلينا مكملين في تشويح الرز بتاعنا كده، وتعالوا واحنا بنشوح الرز وفي الوقت ده نعمل مع بعض الفراخ. وزي ما قلت لك معانا النهارده نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه مكعبات صغيره علشان تبقى سهله كده في الاكل على قد المعلقه اللي معانا. هبتدي اتبلها، ادي رشه قرفه. تمام. بهارات. فلفل اسود وملح. حلو قوي. هنقلب بقى الفراخ اللي احنا غسلناها ومنشفينها تمام التمام. تنشيف الفراخ ده او تجفيفها مهم جدا جدا في اي وصفه بتعمليها. اولا بتخلي قطع الفراخ يمسك فيها التتبيله، ده اولا. ثانيا ودي حاجه مهمه جدا جدا، انا لما اجي اشوحها ما الاقيهاش بتطرطش عليا وتبهدل الدنيا بسبب الميه اللي بتبقى موجوده فيها. انا كده تبلت قطع الفراخ تمام. عندي طاسه بتسخن على النار، هاخد الفراخ واخد الزبده واروح على الطاسه اللي على النار علشان ابتدي ان انا اشوح قطع الفراخ بتاعتي. وما تنسوش ان احنا حاطين على النار الرز ومن وقت للتاني بنديله تقليبه علشان يتحمص معانا. قولوا لي بس دي ممكن نخليها لكم كده كويس. يلا بينا ننزل بقى بعد ما الزبده سخنت بقطع الفراخ اللي متبله. حاولي دايما لما تحطيها كده في الطاسه تفرديها، خليها كلها كده وكل قطع ملامسه لحرارة الطاسة بالشكل ده. ده بيخليها ما تجيبش ميتها، تتحمر اوام اوام او تتشوح اوام اوام وما تنزلش المية فتفضل انسجة الفراخ معانا طرية وتدينا طعم لذيذ. كده الرز عندنا بيتشوح او تشوح خلاص والدنيا تمام جدا. محتاجة دلوقتي ان انا احط للرز مقدار المية او الشوربة. والله لو عندك شوربه هتبقى الدنيا تمام جدا وهيديكي طعم حلو قوي. مفيش، فالميه تمام التمام، اهم حاجه تكون مغليه. حلو قوي، حطينا مقدار الميه اللي احنا محتاجينها. تمام. هدي معلقه خل، وهنا معلقه الخل بتخلي لون الرز ابيض قوي. تمام، معلقه صغيره من الخل بتحافظ لك على لون الرز يفضل لونه ابيض. الملح اساسي معانا طبعا عشان نملح الرز، ونغطي ونسيب الرز بتاعنا بقى يغلي ويتشرب كويس جدا قبل ما ابتدي افتح عليه واقلبه وهدي عليه النار خالص علشان يستوي على نار. الفراخ خلاص اتشوحت والرز كمان اتشرب زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هحط الزبيب. الزبيب طبعا ده اختياري بس بيدي طعم حلو جدا وبيدي كده ايه سنه سكر كده للرز حلو قوي، فهحط الزبيب. وانا كنت اخدت معلقه صغيره من الزبده في بدايه الوصفه، احط كمان قطعه كده من الزبده وابتدي بقى اقلب الرز. تمام، ونهدي عليه النار بقى بعد ما تشرب بالشكل ده. وحطينا له الزبيب وحته زبده تفرق جدا في الطعم، ونغطي بقى ونسيب الرز على نار هاديه علشان يكمل تسويته. تمام، بعد ما ابتديت كده ايه اسيح الزبده على الوش كلها. هايل. يلا نساوي ونبتدي نهدي بقى خالص عليه ونغطيه علشان يكمل تسويته. فراخنا خلاص اتشوحت واستوت الدنيا تمام، فاضل بس معايا من مقاديرها ان انا احط لها معلقتين كده من الكاتشب ومعلقه من الخل. واحنا كنا ادينا للفراخ الملح والفلفل بتاعها فمش محتاجين حاجه تاني خالص. هايل كده الفراخ بقت جاهزة عشان لما تتحط على الفتة تدي الفتة طعم مختلف ولذيذ جدا جدا. هرفعها بقى من على النار. تمام، وبكده اكون خلاص خلصت
الفراخ، الخضار بتاعنا اتحمر، العيش اتحمص، الرز خلاص فاضل له تكايه بسيطه ويكون مستوي. ما تيجوا بينا بقى نعمل الصوص اللي هو بطل الوصفه معانا النهارده، هو اللي بيخلي طعم الفته حكايه. بدايه كده تعالوا نجيب بقى ايه، معلقه بمضرب سلك، وناخد مقاديرنا كلها اللي احنا قلنا عليها ونحطها في طبق غويط علشان نضربها كلها مع بعض كويس. ادي الطحينه، ادي المايونيز، عصير الليمون، معلقة العسل، ممكن يعني نستعيض عن العسل برشة من السكر. حط كمان الثوم المفروم، شوية كده من الزعتر، معلقة الخل، تمام. عندي كمان طبعا ملح وفلفل، ده أكيد. وعلشان بقى نخلي الوصفة كده تكون أخف شوية على المعدة، فهنستخدم زبادي لبنيته النهاردة ونعمل بيه او نحط فوق مكونات الصوص علشان يدينا كده صوص غني ولذيذ جدا، خاصه كمان ان زبادي لبانيتا كريمي جدا ما فيهوش اي ميه زي ما انتم شايفين كده، تحفه. احط كده ادي كوبايه زبادي لبانيتا كامل الدسم، غني بالفيتامينات والبروتين والكالسيوم طبعا، شركه مصريه 100%، منتجاتهم خطيره. وزي ما انتم شايفين كده الزبادي قدامكم بيتفتح ما شاء الله، ما فيهوش ميه، الزبادي كده متماسك وقوامه حلو قوي، غير طعمه الكريمي اللي هيدينا نتيجه حلوه جدا جدا للصوص بتاعنا. تعالوا بينا بقى بعد ما حطينا كل المكونات خلاص كده نبتدي نخلطهم مع بعض كويس جدا بالمضرب. هنا بقى هضربهم كويس قوي وابتدي اشوف القوام بتاع الصوص. طبعا قوام الصوص بيختلف من حد للتاني، بس هو القوام المتوسط بيبقى افضل حاجه علشان لما نحطه فوق الفته يبتدي كده يتغلغل جوه الفته والعيش ويدينا طعم حلو جدا جدا. فضروري يبقى القوام الى حد ما متوسط القوام، لا هو سايل ولا هو تقيل. هو قدامي دلوقتي القوام تقيل شويه، محتاج بقى ايه، احنا معانا في المقادير نص كوبايه ميه، فهجيب الميه واحط نص كوبايه. والله حسيت ان انا محتاجه اكتر هحط اكتر، مش محتاجه نص كوبايه كلها، يبقى بننزل حبه بحبه كده ونخلط ونشوف الدنيا معانا عامله ازاي لغايه ما ناخد القوام الامثل. لسه قوام تقيل شويه، كده حلو قوي قوي، يعني كده القوام معانا تحفه، لا هو تقيل ولا هو خفيف، لذيذ جدا جدا. خلاص كده خلصنا كل مكونات فتتنا النهارده، يلا بينا نقفلها مع بعض كده ونقدمها سريعا. نبص على الرز بقى كده عشان نرفعه من على النار وناخده ونبتدي نشتغل. طبعا الفته تطبقيها وتحطيها في السيرفيس قبل الاكل مباشره، خلصي كل حاجه وجهزيها، كل حاجه تكون جاهزه معاكي، وقبل ما الفطار كده ب10 دقائق تطلع على السفره على طول تتعمل طازه علشان العيش ما يعني نقول ايه ما يتبلش او ما يطراش منك، يفضل كده مقرمش. فعلى طول قبل التقديم تبتدي تحطي كل المكونات على بعض. هنشيل بقى كده، فين الماسك، يلا. الرز بقى خطير ريحته، مش قادره اقول لكم على قد بساطته، ما فيهوش بهارات ما فيهوش حاجه، بس لذيذ جدا ريحته حلوه قوي. يبقى انا قدامي كده كل حاجه، شيل بس الكلام ده. حالا يلا بينا. عندنا بقى الاول ايه، هناخد معلش الاول هناخد الرز كده، ده اساس الفته بتاعتي. ادي الطبق بتاع التقديم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد كده من الرز الخطير اللي احنا عاملينه، يبقى معايا كده في الارضيه
يا سلام، تخيلوا بقى كده معايا وانا بعمل الطبقات دي الطعم عامل ازاي. حطيت الرز، هاخد العيش احطه على الاطرف، تمام؟ ليه؟ علشان اخلي العيش معايا لغايه اخر معلقه، مقرمش كده ولذيذ، لاني لو حطيته فوق الرز وحطيت عليه حاجات كتير هيشرب منهم ويبتدي ايه يطرى معانا. يبقى بنحط العيش دايما كده على الاطرف بالشكل ده. خلاص عندي كمان بقى البتنجان والفلفل الالوان، هوزع كده. ولو مش عايز تحطي فراخ اصلا ممكن ما تحطيهوش، يعني نكتفي بالحاجات الحلوه دي والالوان الخطيره دي. تمام، هايل. عايزه اقول لكم طعم البتنجان في الوصفه دي مش ممكن، بيبقى خطير. ادي الفراخ بصوصها اللذيذ ده هينزل كده على الرز، واخر حاجه الصوص التحفه اللي احنا عملناه من زبادي لبانيتا مع المايونيز والطحينه. هبتدي اخد منه ونوزع. افضل مكان ليه بقى، احنا طبعا هنحطه في النص، تمام، فوق الفراخ كده، تمام، وعلى الحروف بقى علشان العيش. تخيلي كده بتاكلوا العيش بالسلطه الحلوه دي او بالصوص الحلو ده وهو مقرمش ولذيذ كده، يعني مش قادره اقول لكم بقى على الطعمه بجد. زي ما قلت لك في بدايه الوصفه، لو حابه انك انت عندك مكسرات تقدري تحمصيها في معلقه سمنه كده وتحطيها بقى على الوش، وبالف هنا وشفا طبق فته خطير خطير وبمكونات ان شاء الله بسيطه. نص كيلو فراخ هنعمل بيه 2 سيرفيس، ده سيرفيس اهو، وهعمل واحد تاني طبعا لسه المكونات لسه معانا، هعمل الطبق التاني كمان بس.